انا كنت مره واضح وصريح معاكم وما بدي اتنرفز. انا من يوم ما جيت رايق، لا تستفزوني عشان من جد ما بدي اطلع الحته الثانيه. من اسوء الاشياء اللي تسويها انك تجيب ممثله يوتيوب راحت على التلفزيون مثلت في مسلسل مشهور، تستضيفها عندك في البرنامج وتقول لها انت ما تعرف تمثلي، انا هعلمك التمثيل. رمضان كريم عليكم مشاهدينا، معاكم عيسى شيخ في فوازير مسرحيات وحيوانات. ضيفتنا اليوم النصف الثاني من برنامج هو وهي رزان منصور. نورتينا وشرفتينا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ليش بتتعاملي مع السوشيال ميديا بقرف كانك ما انت طايقاها؟ يعني لا لا، يعني اذا انت ما هي عاجباكي كان ممكن تقفل حساباتك. مين قال لك انا قاعد اتعامل معها بقرف؟ هل تشوفي نفسك ممثله ولا مقدمه برامج ولا ما يفرق معاكي؟ والله انا ممثله ومقدمه برنامج الاثنين في الوقت. ايوه الاثنين. يعني شايفه نفسك في الاثنين؟ ايوه طبعا. اوكي. هل انت تشوفي نفسك جميله؟ كويسه يعني حلوه. ايوه. طيب ليه ما صرتي فاشينيستا؟ ما اعرف، ما احس نفسي في الشيء هذا. مع انه ما شاء الله شكلك حلو، لبسك جميل. مين اختار؟ في منايا ندوني هو. اوكي. حنمثل الفازور الان انا وضيفتنا رزان منصور من مسرحيه سكع على براكه. مين اللي بيتكلم يا ناديه؟ الو. مين اللي بيتكلم؟ الو الو. ما تقفليش السكه، ما تقفليش، محدش بيرد يا بابا. وريني. حاضر. الو. الحاج عبد الموجود موجود؟ يعني اعمل فيك ايه؟ تبعتلي 6 كيلو سمك وجمبري بس ما تتاخرش. 6 تعبين يسموا بدنك ويهرج جتتك. قال الحاج عبد الموجود موجود. قال في المشهد اللي مثلناه قبل شويه بدلنا اسم الحيوان باسم ثاني، مين يعرف ايش اسم الحيوان الصحيح؟ اكتب الاجابه الصحيحه تحت في التعليقات عشان تدخل معانا في السحب. مين اللي بيتكلم يا ناديه؟ الو. مرتين الو. طيب انت ما تديني مجال تقاطعني. انا سكت. الو بعدين يعني على طول ثانيتين الو. اه طيب. طيب الو الو. مين اللي بيتكلم؟ الو الو. هذه مره وبعدين خلاص نبدا نسولف. انت ما في غير الو الو طبعا. انا جاي تهزه هنا ولا ايش؟ خلاص نوقف نسويها، انا راح جاهز. في ايوه. انت كم مره تقولي الو؟ مرتين. اربع مرات. مين اللي بيتكلم يا ناديه؟ الو الو. مين اللي بيتكلم؟ الو الو. 6 تعابين لما يسموا بدنك ويهرج جتتك. الحق عبد قال ايوه، هي يعني قال حق عبد الموجود موجود قال، بس هي الحق عبد الحق قالوا حق تريق عليها بترتريق عليها تريق بترتريق عليها حزعل. الحين انا مرايق بعدين اوريك الوجه الثاني ما تعرفين. بالله مره خمت صراحه. ايوه مخوف انا ترى. 6 تعابين لما يسموا بدنك ويهرج جتتك. الحق عبد الموجود موجود قال. خلاص؟ اتوقع خلاص يعني، بس كان يبغالك تحط الطرح. مالك صلاح في الطرحة؟ يا صاحب البرنامج حق رمضان مفروض نعيدها بالطرحة. لا والله ما هعيدها، أهم شيء نقول لك عيد. أنا أشوف الطرحة بس في المشهد، عشان لو عملنا كت لكل اللي فات طلعناها بس في المشهد يصير أخذنا بس المشهد. بس كيف؟ رزان أنت ما تعرفيني، ترى أنا من زمان لي سنة بمثل من جد. طيب بس لخبطت هنا دحين يعني، ماني ما تستقلي فيها وتضحكي علي وتسوي. أنا ما بدي أزعل منك. دحين سيبك منهم، كلميني أنا، سيبك منهم. انا هم ما يعنوني ترى. سيريسلي ليه ما تحط الطرحه؟ ما انا ما ابغى احطها، انا ما ابغى. بس هم كان شرط هذا انه يكون بس الطرحه مرميه، وانا قايل لهم انت ما انت هضماني من يوم ما دخلتي. ها ايش؟ ما انت هضماني من يوم ما دخلتي. ماني هضماك والله عادي. قاعده تضحكي علي وقاعده، وانا ما بدي ازعل. انا كنت مره واضح وصريح معاكم وما بدي اتنرفز. انا من يوم ما جيت رايق، لا تستفزوني عشان من جد ما بدي اطلع الحته الثانيه. لو سمحت تيجي دقيقه. استغفر الله العظيم من كل زملائي الا تبغوني اتنرفز. هي ليش ما تحط الطرحه يعني؟ ماني فاهم. شايفه حالها من يوم ما حسبني مره تدا ولا ليه ما تحطها؟ وبنتي حبكت مع الطرحه وقعدت تضحك. كلك بينتقم مني. حاضر تحط الطرحه. انا عارف انك انت شايفه حالك انك انت ممثله وانت شايفاني ماني ممثل، بس عادي. استغفر الله. ما حاجيب سيره اي شيء ثاني خلاص عشان ما تزعلي بس. ابدا.
ابدا الموضوع ما هو زي كذا، ترى انا دائما اضحك. طب عشان انا لا توتر زياده خليني اعمل مشهد اخر مره عشان ما بدي بس ازعل الضيفه، بس اذا ممكن. عادي ما عندي مشكله. هي خليها تيجي كفايه قدام، اذا تبغوني اوريكم التمثيل صح. ها استنى انا اوريك الحلقه هذه كيف تطلع. الو الو شوف دقيقه بس عشان اذا هو تمثيل ها ما المفروض مره هنا ومره هنا. اذا هي حكايه دحين حنشوف مين الاحسن في التمثيل، هي المفروض تطلع مره مان. ايش فيه؟ لا من جد هي اذا نبغى نسويها حلقه صح ما هو هذا اخر مشهد حيتاخذ، ما المفروض هي تعمل لا تطالع فيها كده، المفروض هي تطالع في حته واحده مو مين 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 كاننا احنا قاعدين نلعب شو اسمه. اسمع انت ايش تبغى؟ تتمثل صح. اذا تبغوا اساسيات التمثيل انا اوريكم، انا ادرس تمثيل معليش. لحظه هي يمكن ما تعرفني او هي شايفه حالها انه هي ما شاء الله وصلت، هي متمثل في يوتيوب، انا لي مجالات اخرى، هي يمكن ما تعرفني اول مره تتعامل، انا كمان اول مره اشوفها. هي ما غلطت. اوكي رزان خليكي معايا، النظره الاولى هنا والنظره الثانيه هنا، او النظره الثانيه هنا النظره الثانيه، خليكي في نفس المكان. لا الو ما ينفع، عين هنا وعين هنا. يلا الجوال. بتكلمي مين يا نادية؟ الو شفت نفس الشيء نفس سجير. ايش في؟ خلاص من قبل انا حافظ ايش بقولها. بتكلمي مين يا نادية؟ هي الو كانه ايش واحده هنا واحده هنا نص حق المسرحيه كده. طيب يلا ثاني. سوري لا ثاني ما في سوري، لازم تكملي الحلقه. لا ما هو لازم، ما ابغى خلاص روحي. اسمع شغل البزره ندى، يمكن أول مرة تقدم في حياتك. أنا صراحة ما حجري أحد، اللي يبغى يزعل يزعل. خلاص وطرحه ما طرحه بصفة مين ده يقول لي طرحه ما طرحه. أنا سحبته برا وقلت له ما عاد تفتح دمك. على آخر مرة خلاص ما أبغى. عشان كذا أنا حخلي سكتي. مرة بحسسني دافع للنوفات المؤلف عشان جاي في برنامجه عشان يقعد يتصرف معي بدا الأسلوب. ما نفسه. ليه سويت؟ أنا طيب. على نفسه مو علي. على نفسي. انا ماني مرته عشان تعمل معي زي كذا. اي والله انا ما حاكمل. انت سامع الكلام اللي كاتب؟ ما حنعيدها ثاني؟ اخر مشهد بس. طب خلينا نجرب. ما انت حابه تعيدي ثاني المشهد؟ لا. طب ايش السبب؟ انا ماني حابه اتكلم معك. خلاص يا عيسى كفر. طب بس ابغى اعرف ليش ما انت بتتكلم معاه. يا عيسى خلاص. اعزائي المشاهدين ترى هذا كان مقلب، حبينا نمزح مع الضيفه حقتنا بس هي طلعت شويه حساسه. لا تزعلي انا مره اسف. وانت زعلتي. انا حقيقي اسف. عيد المشهد اخر مره بس ما انت راضي. خلاص طلي فيه، انا طلي فيه لا تزعل. ما راح اطل فيه. ليش؟ نادي المشهد اخر مره؟ لا ما حعيد. لا سمحت. حرقه الدم. كيف بس؟ كان نفسي اكمل معك. ما احب احد يقول عني مغروره، لا يا ماني مغروره. حقيقي لو ما كان مقلب كان انت اسوء شخص قابلته في حياتي. لا حبكت معاه هي، ليش تضحك؟ شايفة نفسها؟ ايش في؟ اقعد دحين سؤال مرة مهم. قاعد يقول لي كيف امثل؟ شفت طالع هنا وهنا يعني حتى لما قاعد يكلش بالعالي وانا قلت مو دي درجة احد طبيعي يعيد مليون مرة. صراحة انا مرة زعلانة على اصحابي اللي هنا كلهم. ايش رايك في اللي حصل؟ حقيقي صراحة أول مرة أشوفك كرهتك. وكانت هذه نهاية الحلقة، نشوفكم في حلقة ثانية خرافية من فوازير عيسى جاب العيد، وفعلا هو جاب العيد خرافية كده لازم تسوي. أقول قفل فمك. أي حاجة أنتم تعرفوها، شرح عن الفوازير، تفاصيل عن الهدايا، شوفوها في صندوق الوصف، ولا تنسوا لايك شير وسبسكرايب.